انتقدنا عديد من القطاعات. فيها قطاعات حاليا ربما عندي في راسي واحد زوج ثلاثة راني دايرهم في راسي. ووصلوني عليهم ملفات. ما هي هذه القطاعات؟ ما نقدرش نقول حتى نتكلم معهم، كان هداهم ربي صحة كان ما هداهمش. نبعث الملف اللي عن طريق البريد. أنا الرئيس ما نشوفوش، أنا رئيس الجمهورية ما نتلقاه ما نشوفه، نبعث له رسالة عن طريق البريد راهم يختموا لنا فيها من رئاسة الجمهورية كثر خيرا باللي وصلت. صحيح. معناها يقراها رئيس الجمهورية ومن بعد نتكلم عليهم في الإعلام. إذا صح الملفات اللي عندي نقول لك كارثة، نقول لك كارثة في واحد القطاع ولا زوج، ربما إذا كان صح الملفات صحيحة نقول لك كارثة يعني بيئية بمعنى الكلمة، يعني كارثة إيكولوجية قريب تهز الكرة الأرضية. مش وزير البيئة، لا لا يقول لك وزير البيئة ثاني مسكين خاطي ما عنده تعلق بالبيئة، وزيرة مش وزيرة البيئة مسكين، لا المخلوقة ما بيني وبينها إلا الخير وما نعرفهاش حتى يعني هكذا، وما بيني وبينها إلا الخير. وزير الفلاحة هذا درت صريح يكثر خير شرفه وذكرته بالخير ورجل فاضل ويستمع، هاني قلتها اليوم وقلت غلا رجل متواضع ويسمع الكلام وكي يتكلم وتقول له يا سيد الوزير راني جاوني فلاحين شكاو من كذا من كذا. صحيح. يدرس الملف مشكور. احنا ما نش طالبين حاجه لنفوسنا، طالبين حاجه للامه الجزائريه للفلاحين الجزائريين الى اخره، وهكذا كل القطاعات سواء قطاع مياه او قطاع من القطاعات الاخرى، اي قطاع من القطاعات يعني ما عندناش حاجه شخصيه لينا نطلبوا فيها. اذا شكاو لنا بعض المتعاملين في مجال الاستثمار، في مجال الصناعة، في مجال الفلاحة، في مجال الصناعة الصيدلانية، في أي مجال من المجالات ولقينا طريق إلى هذا الوزير رانا نبلغه. إذا هذا الوزير متعجرف ومتكبر وحاسب نفسه حاجة كبيرة احنا ما خروج إلى العلن يعني ما ما ما, ما, ما نقصدوه ما نطلبوه. علاش نقول هذا؟ لأنه ربي بلاني بهذه المسؤولية، لأنني الآن في موقع الناس تظن بأنني أستطيع أن أوصل الانشغالات نتاعها للمسؤولين، راني نوصلها.